هنالك مسألة لغوية في عود الضمير في وإنها لكبيرة، لأن الله تعالى ذكر الصبر والصلاة، وجاء الضمير عائدا إلى واحد من هذين، يعني لم يقل وإنهما لكبيرتان أو إنهما لكبيرة، وهذا جائز، يعني إن كل منهما لكبيرة. ولهذا العلماء اختلفوا، وما كان لهم أن يختلفوا في هذه المسألة التي فيها ما يتبادر إلى الذهن لأول وهلا، وهو عودها إلى الصلاة. ولكنهم مع ذلك قالوا إن الضمير، منهم من أبعد جدا فقال إن الضمير يعود إلى القبلة، القبلة غير مذكورة ها هنا، ولكن لأن الصلاة يعني من مقتضياتها. وبعضهم قال إنها تعود إلى الاستعانة المفهومة من قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. على المصدر عون. أيوة، على الاستعانة المفهومة. الاستعانة أيضا مصدر.